ايه قصة اخبار الاهلي وكمان اخبار المنتخب وحكاية الكارت الازرق مع الفيفا؟ تعالوا نتعرف على التفاصيل في الاهلي نيوز روم. طب نبدأ بالاهلي وده الاهم حقيقة. يمكن يعني زي ما قلت لكم بعد ماتش امبارح وقفل ملف دوري الابطال وضمان صدارة المجموعة والفوز على يانج افريكانز باقل مجهود، يعني خلينا نقول ماتش امبارح اتلعب باقل مجهود، كان مطلوب فيه الاطمئنان على بعض اللعيبه، اتاحت الفرصه للعيبه انها تجيب مستواها، شفنا مثلا كوكا امبارح بيشارك في المباراه، وما تطلبوش من اللعيبه في الوقت ده انها تديكوا 100%، يعني انا مش عايز بس نبقى لا ناسيين ولا يعني حكمنا في قسوه على اللعيبه، خدوا بالكم انه في فترة توقف طويلة جدا، في لعيبة مرهقة ممكن في وقت من الأوقات، في لعيبة تانية راجعة من الإصابة، محدش ينكر إنه رضا سليم كان ورقة مهمة جدا جدا راهن عليها جمهور الأهلي الموسم ده، راجع من الإصابة وأعتقد إنه قدم مردود كويس، ويتهيألي إنه مارسيل كولر ممكن يراهن عليه بشكل كبير في ماتش الجمعة اللي جاية. كوكا راجع برضه من إصابة وراجع من ظروف وحالة نفسية ومعنوية سيئة. فبالتالي ما تنتظرش من كوكا يقدم لك الشكل اللي ظهر بيه في ماتش الاتحاد مثلا في كاس العالم. شوبير الحقيقه واحد من مكاسب المرحله اجمالا، ناس كتير كانت حاطه ايديها على قلبها بعد اصابه الشناوي، وده طبيعي لما تفقد حارس مرمى، مش بس حارس مرمى، لما تفقد قائد للفريق، لانه الشناوي دوره يتخطى بكتير فكره حراسه مرمى النادي الاهلي، لكنه قائد للفريق والحقيقه قائد من القاده المؤثرين، يعني كل فريق وليه كابتن، وفي كباتن كتير جدا جم لبسوا شرط الكابتن في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، لكن الدور الشخصيه التاثير لا، الشناوي واحد من اهم اللعيبه في سكواد الاهلي على مستوى القياده، سواء موجود بيلعب او حتى لو ما بيلعبش. فبالتالي بعد غياب الشناوي، وده مش بس على مستوى النادي الاهلي كمان على مستوى منتخب مصر، بعد غياب الشناوي الحقيقه ناس كتير جدا كانت قلقانه من 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 قصه حراسه المرمى في النادي الاهلي. شوبير قدم اوراق اعتماده وقدم اوراق اعتماده، لكن انه يكون حارس اساسي وانه يشيل المشوار في مراحل صعبه وانه يشارك على المستوى بطوله افريقيا مع نقص الخبرات، عمل مباراه حلوه قدام الوداد، طبعا عمل مباراه حلوه قدام الوداد، لكن يشيل افريقيا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كانت علامه استفهام رد عليها شوبير في الملعب. شوبير الحقيقه واحد من نجوم الاهلي اللي مستواه ثابت في الاربع ماتشات اللي لعبهم مع الاهلي لغايه دلوقتي، ووصلني انا شخصيا لمرحله انه يطمنك. في مراكز في الملعب كده اول ما بتعرف التشكيل بتبقى مطمن لمركز هنا المركز هنا المركز هنا، لما بتسمع اسم شوبير النهارده في حراسه المرمى مش يا سيدي بلاش يطمنك، ما بتبقاش شايل هم حراسه المرمى. فالحقيقه شوبير ومن وراه على فكره انا عايز اطمنكم جدا على عشان يعني عشان المستقبل كمان، مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي بخير جدا جدا جدا، وانا بقول لكم اللي جاي ورا شوبير حمزه علاء او مصطفى مخلوف او زنفولي، انا بشوف ان الزنفولي حقيقه كمان لو خد مع النادي الاهلي وافتكروا كده بدايات الشناوي انا اشوف برده ممكن يكون مشروع حارس مرمى كبير جدا. اما الاوراق اللي رجعت من الاصابات كتير، يعني اكرم توفيق كان بعيد ورجع، كوكا كان بعيد ورجع، رضا سليم كان بعيد ورجع، انا بكلمكم على مكاسب المرحله مش بتكلم على الماتش امبارح. فبالتالي سكواد الاهلي النهارده اسامه ابو علي شارك وتالق وسجل هدف وسجل الثاني، وباذن الله ان شاء الله يكون واحد من الاوراق المهمه جدا مع الاهلي مش بس في ماتش الزمالك، في السيزون كله. مودست يوم عن يوم بيجي، فبالتالي النهارده في اريحيه كبيره من ناحيه السكواد بالنسبه لمارسيل كولر. امبارح بعد المباراه مستر كولر قرر النهارده يكون في تمرين، كان تمرين صباحي زي ما حضراتكم شايفين، اللعيبه اللي شاركت او اللي لعبت في ماتش امبارح كان الاكتفاء بتدريبات استشفائيه، بقيه المجموعه اتمرنت تمرينه كامله. وفي اجتماعات طبعا يعني بين مارسيل كولر والجهاز الفني، بدا التحضير بقى دراسه الزمالك اللي شكله اختلف نوعا ما طبعا بعد الميركاتو الشتوي، ازماته جزء كبير منها اتحل، ظروفه مختلفه عما هو سابق، طبعا ماتشات الزمالك مش محتاجين نقول ان ملهاش لا مقدمات ولا توقعات، يعني الاهلي في
افضل حالاته خسر قدام الزمالك، والاهلي في اسوأ حالاته كسب كتير جدا 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 الزمالك. فمعطيات المباراه دي بتبقى دايما بره الحسابات والتقييم، يعني ممكن ده يحصل في اي مباراه تانية الا ديربي اهلي زمالك بيبقى دايما خارج الحسابات والتوقعات. لكن اللي مفيش شك فيه انه الدوافع عند الفرقتين